تدوين الملاحظات. وأول وظيفة رح نتعرف عليها من وظائف القلم العربي هي تدوين الملاحظات. كيف ندون ملاحظاتنا مع ميزة التعرف على خط اليد باللغة العربية مع سامسونج جالاكسي نوت؟ افترضوا مثلاً نريد ناخذ نوت أو ملاحظات محاضرة أو اجتماع. نروح على التطبيقات ونختار منها S Note. نضغط على علامة زائد لفتح صفحة جديدة. عند إشارة القلم نختار السماكة واللون اللي نريد نكتب فيه. نكتب مثلاً ارتفاع عدد المستخدمين العرب للإنترنت. نروح لوضع التحديد، نختاره ونحدد النص اللي كتبناه. نضغط على معلومات التحويل ونختار اللغة العربية، وبعدها نختار نص فيتحول إلى نص رقمي. الطريقة الثانية هي طريقة الكتابة المباشرة عن طريق اختيار تكست أو حرف T من القائمة في أعلى الصفحة، فتظهر لنا كما يلي. نقوم بالكتابة مباشرة في المنطقة باللون الأصفر، فيتم تحويل الكتابة بخط اليد مباشرة وإدخالها بشكل نص على الصفحة. وهيك ندون ملاحظاتنا بقلم عربي.